لو الحكاية فيها إن فيديو. إزاي أعرف حبر الطلعة الأوريجينال من الكوبي؟ في الواقع إن أنت لما تروح تشتري التيب تمام، الأول أنت بتقول له أنا عايز كابل أوريجينال تمام، عشان برضو ممكن تبقى في النفس ضعيفة شوية يديك كوبي، فأنت برضو لازم تكون عندك إيه فراسة إن أنت تقدر تفرق بينهم. في قواعد وفي أسس في إن أنا أعرف الحبر ده أوريجينال. إحنا معانا الحبر دوت تمام، الحبر ده أوريجينال، الحبر ده كوبي. طيب الاوريجينال ده في حاجه اسمها هنا كيو ار عاملاها شركه اتش بي تمام. الكيو ار دوت انت ممكن تجيبه بكاميرا الموبايل تمام، ويديك كل المواصفات من موقع الشركه المنتجه شركه اتش بي. الكيو ار ده موجود تمام، صعب تقليده تمام، وده موجود في كل احبار اتش بي الاوريجينال او كل شركات التونر او الانك المنتجه تمام. ده موجود عندنا هنا في الحبارة دي، وموجود هنا عندنا في الحبارة دي طبعا تمام. بالنسبة للكوبي تمام، زي ما هو واضح انت العلبة شكلها غريب اصلا، فهي مش محتاجة تفكير ان انت تدور على كيو ار او اي حاجة تمام. بالنسبة للانك تمام، مفيش هي شبه طبعا الاوريجينال، بس مفيش الكيو ار بتاعها، والباكينج نفسه تمام مش مقفول باحكام، تحس ان هو ايه مقفول يدوي. فدي اول حاجات اساسيه انت بتاخد بالك منها. تاني حاجه ساعه التركيب، انا اول ما بركب الحباره في البرينتر هو بيقول لي عن طريق البرنامج اللي هو السبورت اتش بي تمام، او سبورت تبع البرينتر اللي انت شاريه، انت بتقول له تشيك تونر تمام، بيقول لك اذا كان ده كوبي ولا اوريجينال، بس ان هو بيعرف عن طريق الحباره الراكبه فيه بس.